Great. سرطان. أوكي سرطان. ما هتة شكلها حامل كتير. شكل هاي أنا سرطان. إيه برج السرطان شو بدي أقول لك برج السرطان. برج السرطان في كوكبين عم بيعاكسوا برج السرطان. يلي عم بيسمعني برج السرطان بيعرف عن شو عم بحكيك، لأنه كل واحد من مواليد برج السرطان عقد حجمه، إن كانوا ولاد إن كانوا كبار ما كانت سهلة. من 2008 صار في معاكسة لأنه من كوكب بلوتو، في معاكسة لألهم من كوكب بلوتو. يعني يلي بيعاكسوا كوكب بلوتو مش إنه يدلوا، الله يساعده. من سنة 2008 وباقي كل 2020 ورح يودع برج السرطان بال، يعني هيدي المعاناة اللي عندهم، إن كان بالدرس صعوبة، بالشغل صعوبة، تتسكر بواب بوجهن، في صراع، في ستراجل ليوقفوا عجريهم، وقدروا تقدموا، بيتقدموا بس بصعوبة. بال 2019 زادت هالصعوبة، صار بدل الصعوبة صعوبتين، صار في زحل كمان موجود عم بيعاكسهم برج الجدي، زادت الصعوبة. يعني سنة 19 كانت سنة صعبة كتير على برج السرطان، يلي عم بيسمعني برج السرطان سنة كانت كتير صعبة عليهم، لأنه بدل الحمل حملين. أنا مثلا بطل عندي شغل، أنا من الأشخاص اللي كمان في كتير ناس فقدت شغلها، أنا مثلا بسبب إقفال الفيوتشر، بسبب إقفال الفيوتشر في أشياء، في ناس تضايقت، في ناس صار عندهم مشاكل تانيين، أوقات بتكون مشاكل صحية. 2020 يدخل زائر إيجابي بابا نويل عند مواليد برج السرطان ويحمل الانفراجات، فطمنوا بالكم. طمنينا تبقى بال 2020 اذا طمنت حلوه كثير، حلوه مش حلوه كثير، بس في انفراجات، في راحه، في طمانينه، وبلشت الامور الحلوه اكشلي عندهم من ديسمبر 2019. بهيدا الشهر صار في تغيير، صار في حمل وزاح، صار في حل ووصل. يمكن مش لكل الامور، لكن 2020 مفروض، وانا بتمنى انه يشتغلوا على الحلول، لانه مفروض تنحل كل شيء عندهم، ما ياجلوا لبعدين. الاسد. اسد. برج الاسد. هلا برج الاسد منيح، ما تعتليها. لا انا ما عتلي. ما في حدا. ما في حدا. لاتين لا جانب نحن لا تندهي، ما في حدا. اوكي. برج الاسد سنته حلوه. اوكي. سنه جيده. الحلو بسنة 2020 إنه هالتعب المهني والصحي يلي عانى منه مؤخراً وأكثر من مؤخراً بسنة 2020 كأنه في شغل جديد، كأنه في تحسن بشغله، وكأنه في مفاجأة تدخل، عنصر جديد، عنصر مفاجأة مهنياً وحتى صحياً. شيء غريب، مولود برج الأسد بسنة 2020 رح يفاجئنا كلنا كيف بيتغير حتى شكله للأفضل. يعني سنة إيجابية فينا نقول. إيه سنة إيجابية. يعني لازم يفوتها ببوزيتيفيتي وبطاقة حلوة. هلأ كل الأبراج تقلق، كل الأبراج هيدي بين هلالين، كل الأبراج عندها سنة حلوة، لأنه كل الهموم رح يوصل لعندهم شوبيتر ويساعدهم في صعيد معين بحياتهم. كل واحد لأنه زحل وبلوتو موجودين بصعيد، تنقول بخانة وحدة، بجبهة واحدة، بمجال واحد بحياتهم، جوبيتر بنفس المطرح واصل. يعني كل الناس في عندها انفراجات، يعني إذا بدكم بس عالميا سنة منا حلوة، بس شخصيا سنة حلوة. سو مواليد برج الأسد في عندهم سنة حلوة، سنة يمكن يكون في شغل جديد، سنة يمكن يسافروا فيها، يتغربوا فيها، لكن بتكون سنة إيجابية، رح يرتاحوا فيها، رح ينبسطوا فيها، رح يتعلموا في إشياء كتيرة، رح يوصلوا إلى قمة معينة من هالقمم يلي بيوصلوا لها بحياتهم، ورح بيكونوا أشخاص مدهشين، مدهشين لأنه بيدهشونا، عندهم كاريزما، أصلاً هني عندهم كاريزما، لكن بسنة 2020 رح بيضووا، you know؟ رح بيضووا. هاي شو حلو. إيه بينورونا كتير. العذراء. ليك العذراء شو ما حكيت جينيفر رح بيكون حلو. خي. وبضل مقصرة. هلأ ما معناتها شي كتير، بس بيسكلي من الأبراج المرتاحة على وضعها. وإذا حدا تسمعي حدا مش العذراء عم بيتشكى بتقولي له ممنوع. هو بيكون. ممنوع يتشكى. ممنوع تنقى. كل الناس. ممنوع تنقى. مين عم تحكي؟ جيسيكا. هاي مزبوط. ممنوع تنقى جيسيكا. هيدي سنة كتير حلوة 2020. سنة بتكمل فيها الأمور. سنة بتكتمل فيها. من سنين يلي رح يتذكروها
بعدين later on بيرجعوا بيتذكروها بيقولوا ايه كارمن كان معها حق. سنة 2020 سنة رح يرجعوا يتذكروها ويقولوا ايه كانت سنة حلوة، بهديك السنة جوزنا، بهديك السنة أنجبنا، بهديك السنة حصلنا على جنسية، بهديك السنة هجرنا، بهديك السنة يعني هي تغيير إيجابي، هي لاند مارك تتذكروها. It is a turning point. سنة بيرجعوا بيتذكروها دايما بيقولوا إيه كيف الواحد بيتذكر سنة أوف دخيلكم تذكروني. لا 2020 سنة إيه حلوة كتير صار فيها هيك ما بعدوا يسكتوا، عملنا وطورنا وانبسطنا وتعرفنا على فلان انه بالنسبه لهم كيف، او وصلوا الى تنقول بشغلهم الى هالشغل اللي عم بيحلموا فيه هالطموح، او بيتخرجوا مثلا. جيسيكا امتى بدت تتخرج؟ جيسيكا 2020 بعد عندها شي سنه، بعد شي سنه بدات هلا يمكن تنجح اسرع اذا هيك ماشي البرج. ايه ماشي.